نناقش ذلك مشاهدينا تفصيلا مع ضيفنا من عمان سركيس تشابريان، محلل اول الاسواق العالميه في مجموعه ايكوتي. سركيس اهلا بك. اليوم توقعات $80 للبرميل، توقعات بأن هذه التراجعات هي تراجعات مؤقتة على الأسواق النفط، ولكن من ناحية أخرى البعض يرى أن النفط ربما يعني في مرحلة تصحيح مستحق بعد الارتفاعات القياسية التي شهدها في الربع الأول. بالفعل التصحيحات التي شهدتها أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي تعتبر طبيعية بعد موجات الارتفاع الشديدة بل القوية التي حصلت خلال الفترة الماضية، وهذا أمر طبيعي في ظل أيضا عودة المخاوف من انتشار فيروس كوفيد-19 في عديد من الدول، كل منها بعض الدول الأوروبية والإجراءات الاحترازية التي أقدمت عليها إيطاليا، ألمانيا وكذلك بريطانيا، كلها أسباب دفعت أسعار النفط للانخفاض. أما بالنسبة لتوقعات جولدمان ساكس بأن تصل الأسعار إلى $80، هنا يجب أن نفرق ضمن موضوعين، هو الاستقرار عند $80 أو وصول هذا المستوى كمستهدف، لأنه كوصول هذا المستوى كمستهدف إن كان لفترات زمنية وجيزة قد يكون بالفعل أمر متاح، حيث أن التصحيحات الحالية الهابطة قد لا تكون مستدامة في ظل استمرارية حملات التطعيم في أغلب الدول في العالم، ونشهد حاليا رغم ارتفاع عدد الإصابات العالمي بفيروس كوفيد-19 إلا أننا حاليا ما زلنا ما دون المستويات القياسية التي سجلت خلال أواخر العام الماضي. لننظر مرة أخرى إلى مستوى $80، فإذا كان كمستهدف يصله ثم يعود للانخفاض فهذا محتمل بالفعل، إذ أن هنالك العديد من العوامل الأساسية التي تجعلني أعتقد بأننا أمام احتمالية أن نشهد خلال فترة الصيف المقبل عجزا لصالح الطلب العالمي، وسأذكر ذلك بعد قليل بالأرقام. لكن إن كنا نتحدث عن أسعار فوق $80 لتكون السعر $80 هو ما الذي تقصده سيد سركيس؟ أعتقد حاليا أنه بعيد، يعني أرجو توضيح هذه النقطة، ما الذي تقصده بعجزا لصالح الطلب العالمي؟ ما معنى هذه الجملة؟ نعم، الآن بالنسبة لتوقعات الطلب العالمي بحسب آخر التقارير تظهر الاحتمال أن نشهد طلب عالمي على النفط مقداره حوالي 97 مليون برميل، وخلال الربع الرابع يقترب الطلب العالمي بحسب توقعات أوبك من مستوى 98.9 مليون برميل يوميا، هذا ما زال ما دون الطلب العالمي خلال عام 2019 عندما وصل الطلب العالمي إلى متوسط يومي 100.1 مليون برميل. لكن لنأخذ الآن من الجهة المقابلة، فعندنا فعلا انخفاض في الطلب العالمي، لكن هذا الانخفاض يعتبر محدود نسبيا، يقل عن 2 إلى 3 مليون برميل كمتوسط يومي خلال النصف الثاني أتحدث هنا. لكن بالنسبة لننظر الآن إلى منظمة أوبك والتي تستحوذ على حوالي 39% من الطاقة الإنتاجية في العالم، فخفضت منظمة أوبك الإنتاج، وحتى هذه اللحظة ما زالت تخفض الإنتاج بواقع 7.2 مليون برميل يوميا. وأيضا من الغير المتوقع أن تقوم منظمة أوبك بلس بأن تلغي هذه التخفيضات، ربما سوف تقلصها بعض الشيء، لكن حتى لو وصلت هذه التخفيضات لمستوى 4 مليون على سبيل المثال فما زال هنالك أيضا سنلاحظ بأن الإنتاج العالمي أصبح ما دون الطلب العالمي خلال النصف الثاني من هذه السنة، وهذا ما أقصد فيه تحديدا عندما أتحدث عن احتمال أن نرى بعض العجز في الإنتاج في المعروض مقارنة في الطلب العالمي. وقت السيد سركيس تشابريان المحلل الأول للأسواق العالمية في مجموعة إيكويتي، أنا أشكرك شكرا جزيلا على هذا الطرح.